شفتي على هالصدفة شو حلوة؟ ولا توقعت انه نلتقي هون بالشام. انتي لساتك بدبي؟ يعني مشكل بين دبي والقاهرة. تعرفي صرت مغير عواصم اكتر من الرجال اللي تجوزتهم. حضرتك يعني متجوزة اكتر من مرة؟ 3 مرات. لا لا سوري 4 مرات. هذاك يقطع عمره بطل بنسى. لا حرام، ليش عم تقولي عليه؟ لا حبيبتي هو مات فعلا. العمر إليك؟ العمر إلي 4 مرات. الأربعة دفنتهم. أوف كعبك مدور يعني. هيك نحن منقول بالشامي. هو أنا حدا بالي طويل، يعني كلمة مطلقة ما بحبها، بحس الطلاق بيعمل مشاكل ومحاكم. بحب كلمة أرملة. أرملة بتحسيها كلمة فيها مشاعر تعاطف، زي ما يقول المثل اللي ما تجوزها يا غلبها وعوزها. والله الحق معك، يعني أحسن من كلمة مطلقة أم بقبره. صح، وبالنهاية الأعمار بإيد الله. ويا ترى المراحيم كانوا صغار بالعمر؟ لا 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 كلهم كانوا كبار ومقتدرين. صح، انت مره خبرتيني انك انت حابه تاجر كبير بالعمر او هيك شيء. يمكن هذاك ابو عامر. على فكره ابو عامر اكثر حدا حبيته، وضليت 6 شهور لقدرت اتزوج بعده. اوف اوف اوف، والله منيح يعني قعدتي طولتي. فيك الخير. والله تسلمي حبيبتي. سوري عن اذنكم. اذنك معك ولا يهمك. الو. ايوه يا بيب، وحشيني قوي. انت عامل ايه؟ يا ربي في رايكم انتوا هذا البيبي قد ايه قولتكم عمره؟ يعني مينيموم لا يقل عن 7 سنين. ايوه هذا المرحوم شو؟ قولي الله يرحمه. ماي جاد نور، مو معقولين هدول اللي عم بيعلقوا، يعني كثير دافئين. شوفي شوفي شو بدك بالعالم؟ شو ما عملتي ما بيسكتوا، شعب ثقيل. شو بدي اقول لك اكثر من هيك؟ طنشي حبيبتي. سكرت كل السوشيال ميديا، ما تركت غير الماسنجر لحتى احكي مع ساندي. بيروحوا بيبعتوا لي الفيديو على الانبوكس. في اغلظ من هيك؟ مين الصبايا؟ يعني أنا منبهة عليهم ما يضايقوكي أبدا. لا لا حرام، الصبايا ما دخلون، بالعكس عم يحاولوا يشغلوني بأي شيء. بارح هلا بعتت لي فيديو على الإنبوكس بفرط من الضحك، قالت لي مين بتشبه هاي المكيودة. قصة عن ريهام. مو معقولة هالمخلوقة، يعني أكيد من أكيد من أكيد وحدة بالعالم. بتعرفي نور، في سواد بقلوب الناس. أحيانا بفكر لو ما كان موجود كانت الدنيا أحلى بكتير. هي في شخص واحد تحديدا إذا ما كان موجود أكيد الدنيا بتكون أحلى بكتير. وأخيرا إجا البيبي تبعها أخذها وريحنا. دندون عن جد مين هاي اللي كريزي؟ يسلم. هي فئة قديمة عندي، بس هي هيك كل عمرها مصيفة، ما في شي غريب. شو كنتوا عم تشلوا عليها؟ على مين؟ لا لا لا. كنا عم نحكي عن ريهام، يعني هي الوحيدة اللي أنا بقدر أحكي عنها وبحق لي، لأنه هالمخلوقة ما بعرف شو بصر لها. يعني أول ما تفتح عيونها الصبح بتقول أنا اليوم كيف بدي كايدة لنور، كيف بدي دايقة، مستحيلة ما أنا طبيعية. لك حبيبتي نور انسيها، اللي مثل ريهام لازم تطنشيها، وقد ما فيك تتحاشيها. ignore her. فيني أقول شي؟ تفضلي. ما بتزعلوا مني إذا قلت رأيي؟ حبيبتي قولي. بصراحة أنا بشوف إنه الناس المكيودين مو صح نطنشهم، لازم نكايدهم مثل ما بيكايدونا وأكثر. والله معك حق، بس المشكلة إنه هي تحديداً يعني مين بيقدر يكايدها؟ أي والله بتكيد بلد. بتعرفي اليوم ما فهمت ولا شيء بالكورس، بس بعدين قلت عادي اليوم بيبقى أول يوم.
دخلك في حدا من رفقاتنا تبعون الجامعة معك بالكورس؟ لا بس يا ميرا لو تشوفي الصبايا اللي كانوا معنا شي بيكبوا بيعمل. يعني أنا أساسا وقت شفت تصرفاتهم قلت يا محلى تصرفاتك مقارنة فيهم. بالله ليش من شو بتشكي أنا تصرفاتي حبيبتي؟ لك مرمورة كله حامل لك هالموبايلات وخدي على ستوريات وصور سيلفي لك مياه وغلاصة شي مو بالعقله له. لك يا سرسورة هذا الطبيعي بس انت اللي عقلك راكب بالغلط. لا مو عقلي اللي راكب غلط، لو تشوفيهم كلهم عندهم فولورز كلهم بلوجرز كلهم مؤثرين بالبلد. انا بس بدي افهم شغلة، يعني اذا نحن عنا كل هالمؤثرين بالبلد ايه مين طلع متأثر؟ ايه بكفي انت تتأثري حبيبتي، شو بدك بالعالم؟ انا؟ لوين رايحة؟ شبكي شو نسيتي جاي رفيقة دانا لعنا على العشاء؟ ايه والله نسيت، كان بدي اتدرب على البرنامج. صحي ميرا شو صار بالفيديو؟ لك اصلحي شو بتتعب؟ اوه الباب على اليمين وصلنا. اسمعي لقلك لك وجودة اوعك الصبايا يحسوا بشي ويزعلوا مني للابد، ما عاد يحكوا معي بنوبة. لك شبكي دندون؟ ما انا قلت لك انت لسه ما شفتيش مواهبي في التمثيل عم لقيت. هلا بتشوفي. تعي لقلك انت متأكدة انه ما رح تخليهم يشكوا حتى شك فيكي؟ حبيبتي دندون انا قلت لك انه اب ماجد كان حينتج لي فيلم زي فيلم سعاد حسني صغيرة على الحب، بس ما لحقش دمات قبل ما ينتج لي الفيلم ده وبقيت موهبتي في التمثيل جوايا وانا مستنيه اللحظه اللي افكرها بيها. طب الحمد لله انه مات وما فكرتيها. اسمعي لقلك في تنبيه كثير مهم، في جوا بين الصبايا بنت اسمها هلا، هي كثير ذكيه، هي اللي ممكن تقفرك انتبهي منها. ها انت دليني على هي اللي اسمها هلا وانا بوعدك رح خليها تصدق اول وحده بيناتها. مشي اسمعي لقلك لا تحكي لهم قصص جوازك ونازك الصلح دار تبعي. ايه حاضر. لا تخليهم ينقزوا منك. ايه خلاص بطلع. والله يا دادو الموضوع خرج عن السيطرة، كل صفحة عم تاخده من صفحة تانية وهالشي مستحيل نقدر نوقفه. ما في حل غير انه نستنى فترة لحد ما الناس تنسى القصة. هو حضرتك ده اختصاصك؟ رفيقتي هلا اللي حكيت لك عليها كتير ذكية وهي اختصاص البرمجة. ايه تذكرتها. هو كلكم ساكنين هنا؟ لا هو مش كلنا كلنا، انا وميرا وهلا ساكنين بالشقه الفوق الفوقانيه. بس احنا مؤقتا شوي بدنا ننتقل لهون. يعني مو مرتاحين فوق؟ الشقه رح تنباع ورح ننتقل كلياتنا. يعني اصحابها رح يبيعوها؟ نحن اصحابها وعارضينها للبيع. هو عندكم شقه للبيع؟ اخس عليكي يا دانا، انا خدتي على خاطري منك قوي 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 قوي. انا ما قلت لك اني عم دور على بيت، ليه ما قلتي لي؟ يعني والله ما بعرف، صدقيني ما خطر ببالي ابدا انه يعني تكون شقتنا. يا هالحظ، لو الشقه لسه ما انباعت شو بدنا احلى من هيك جاره. لا لا ما انباعت، هن كانوا عم يتفقوا مع المره. او ماي جاد انباعت، بس انت نسيانه شكلك. كيف يعني ما انباعت؟ شبك ما شبني شي، انتو نسيانين. ما انباعت ولا شي، لو انباعت كانوا على القليلة نزلونا من البيت، لساتنا في ما انباعت. صح برافو عليك. شفتوا كيف جماعة المحاسبة على طول بيحسبوها صح؟ سبحان الله النصيب إلا نصيب. عادي هلا اوكي